ديال التجاره والقانون العام الخاص هادشي راه مضمن. هادو اللي راكم ديروا نتوما هذا راه مضمن شي دوفيس ديال القانون الكبير باش يتبع القانون الاساسي. بمعنى هكاك اخويا تخرج فوقاش ما بغيت بمقرر تدخل بمقرر تجيب دير شي قطاع باغي تدبروا التزيدات زيد تنقص كيما بغيت. انت سيد نفسيك انت جال المجلس هو سيد نفسيه وقراراته. هذا من غير الاتصالات اللي درناها مع الاخوان اللي عندهم واحد الالمام على القانون اللي فتاو عليا قبل ما نجيو لهذا المجلس وسولوا. ومن غير هذا الشيء الذي يلزموني ولا يلزموا الجميع هو هذا المقرر مسمي بكذا ديال النقط. هذا بالنسبه لي اخويا علاش؟ حنا راه ما عندناش الوقت للتدبير ديال النفايات. راه الجماعات كلشي فوتوا غدا اللي غادي الجماعه ديال الاحفر تحصل